السلام عليكم، أهلا بكم أعزائي متابعي القناة التعليمية مدرسة شذي. مرحبا بكم من جديد. اليوم غادي نشوفوا الصفحة 192 من كتاب مون ليفر دو فرونسي المستوى الرابع ابتدائي. عندنا اليوم درس ديال غرامير لي زادجيكتيف ديمونستراتيف، يعني أسماء الإشارة. On démontre avec les adjectifs démonstratifs. يعني نشير بالأسماء الإشارة. مثلا تقول هذا، هذه، تقول هؤلاء. واضح؟ هؤلاء كتصلح للنساء والرجال، هذا كتصلح للرجل، هذه كتصلح للمرأة أو الشيء المذكر. أو مثلا تقول هذا كتاب، هذه مسطرة. الشيء المذكر والمؤنث. نشوفوا الأمثلة اللي مقترحة علينا. جوبسيرف اي جو ديكوفر، ألاحظ وأكتشف. قالك سو توريست، سو توريست هذا السائح. تروف وجد، سيت اوندروا مانيفيك، وجد هذا المكان رائع. سيت اوندروا مانيفيك، لاحظوا اوندروا راه هي مذكر بحال توريست. هي المشكل اللي عندها، وعندها واحد فويال في الاول كتجينا قاصحه، نقولوا سو اوندروا، كنزيدوا لها تي باش كتجينا سهله في لا ليازون. ما كيتحاملوش هاد لي فويال، ديما ما كيتحاملوش، ما كيتلاقاوش مع بعضياتهم. كندخلوا بيناتهم شي حرف او كنحيدوهم مره، بحال ديك مثلا لاغبر، راه في الاصل ديالها لو اغبر، ولكن ما تحاملتش الاو مع الاح، حيدنا ديك، طيرنا ديك الاولى كاع مره وخلينا ابوستروف. هنا ما كيتحاملوش، كنديروا بيناتهم هاد تي، تي كتجي تفرق بيناتهم. سيت اوندوا مانيفيك، هنا هادي مؤنث، قلت لك دو تي او، ماشي بحال هادي، هادي مؤنث. هادي سيت بلاس، هاد البلاصه لوي بلاي بوكو، تعجبه كثيرا. سي ريستورون، هذا مذكر، هذا مذكر اذا كان قدامه فويال، هذا مؤنث وهذا جمع سواء كان مذكر او مؤنث. سي ريستورون لوي دون انفي دو مونجي، هاد المطاعم كيعطيوه رغبه في الاكل، يعني بحال كيشهيو الطريقه اللي كيحطوا بها الماكله، بلاصه نقيه، هذه كتعطيه رغبه انه ياكل. اذا فهمنا هذا المذكر، هذا المذكر اللي كانت قدامه فويال، هذا المؤنث وهذا الجمع في جميع الحالات، سواء جمع مؤنث او جمع مذكر. ندوزو جوبسيرف لي جروب نومينو دون لي فراز، كنلاحظ هذه المجموعات الاسميه في هذه الجمل اللي شفنا دابا. جو سوليني لي ديتيرمينون، كنسطر على لي ديتيرمينون، المحددات لي ديتيرمينون. لي ديتيرمينو كما كتعرفوا بعد ما كتكون لو لا ال ابوستروف، كتكون اون ديتيرمينو محدد. شنو كيحدد لنا هذا المحدد؟ هذا ديتيرمينو كيحدد لنا واش مذكر ولا مؤنث، كيحدد لنا واش جمع ولا مفرد. مثلا كتلقى سو توريست، شنو كيحدد لنا هذا سو؟ كيقول لنا الكلمه اللي مورا، احنا باقي ما شفناهاش. سو توريست كيقول لك الكلمه اللي مورا تكون مذكر ومفرد. ممكن تكون تقول سيت، كتعرف بان راه تجي موراها مؤنث ومفرد. واضح؟ ندوزو دابا السؤال الموالي، بعدا نحدو لي ديتيرمينو نسطرو عليها. اذا لي ديتيرمينو هنا هادي سو، ثم سيت، ثم سيت، ثم سي، هادو هما لي ديتيرمينو. اكوا سيرف سي ديتيرمينو، باش كيصلحو لنا ا ديتيرميني، سيرف ا ديتيرميني لو نو كي فيان ابخي، كيس كيتساهل لنا باننا نحدو شنو الاسم اللي غيجي موراه، واش مذكر، واش مفرد، واش مؤنث، واش. واضح؟ جو روتيان، نشوفوا القاعدة شنو كتقول لينا. لي مو، الكلمات، اين كلمات؟ هاد الكلمات سو، سيت، سيت، سي، سيرف ا ديزيني مونتخي اون بيرسون. ها هو الجواب. كوا سيرف سي ديتيرمينو؟ ا ديزيني مونتخي، تشير لواحد الشخص. سو غارسون، سيت في، فهمت؟ ا ديزيني اون بيرسون او حيوان مثلا، سو شيان حيوان، او اون شوز ولا شيء، سو كايي، سيت تروس. اون لي زابيل، كنسميهم لي زادجيكتيف ديمونستراتيف، اسماء الاشارة. ان اكزيست، قالك يوجد فقط اربع انواع ديال لي زادجيكتيف ديمونستراتيف اون فرونسي. شنو هما؟ سو، سيت، سيت، و سي. فهمت؟ في الفرنسية كاين غير هاد أربعة ديال الأنواع. سو علاش كتصلح لينا؟ إي سومبلوا دوفون أن نو ماسكولان، واحد كتستعمل قدام واحد اسم شنو؟ ماسكولان، مذكر.
ديما كنستعملوها مع الاسم مذكر فقط كاين واحد الاستثناء سوف لوغسكو لومبلوا دو سيت اي اوبليغاتوار الا من كنحتاجو ضروري نستعملو سيت فوكاش من كتلاقى مع شي فوايال قبل منها مثلا اربع خصنا نقولو سو اربع ولكن ما كتجيش تلاقى ديك او مع ا لان ما كيتحملوش لي فوايال كنديرو هاد تي واضح مثلا اكزامبل سو توريست هذا السائح سو سيربون هذا الحنش سيربون حنش سيت هاد فوكاش كنستعملو سيت اللي هضرنا عليها قبيله انما كتلاقى دو فوايال كيتلاقى مع بيناتهم مع بعضياتهم ما كيتحملوش كنديرو بيناتهم هاد ils s'emploient ils s'emploient يعني نستعملوها devant un nom masculin قدام واحد اسم مذكر commençons ولكن كيقول كيبدا par une voyelle ou un h muet بواحد حرف عله ولا h muet مثلا un nom فهمت ما نقولوش ce homme وخا h ماشي voyelle ولكن راه h muet كنقولوا cet homme واضح ما نقولش ce homme لا cet homme ان ممكن يكون قبل من منها ممكن تلاقى مع حرف عله حروف العله انتم كتعرفوهم اما ا ولا او ولا او ولا اي ولا او اذا هذوك هما لي فوايل وكنزيد عليهم الاش مي حتى هو كيوقع لهم ما كيوقع من كتلاقى مع فوايل مثلا هنا سيت طوندوا شنو تلاقات او تلاقات مع او ما تحملوش بيناتهم هذه تلاقات مع هذه ما تحملوش بيناتهم درنا لهم تي هنا او مع ما تلاقات مع هاد الاش مي ما يتحملوش بيناتهم درنا بينات دينا بيناتهم تي سيت اوتيل واخا اوتيل راه مفرد مذكر ما قلناش سو اوتيل قلنا سيت اوتيل سيت اوندوا سيت اوم مثلا هذا الرجل هنا سيت il s'emploie devant un nom féminin كتستعمل امام واحد اسم مؤنث مثلا سيت كاسكيت سيت فواتور سيت مثلا سيت كلاس il s'emploie devant un nom féminin مثلا اكزامبل سيت فيل هاد المدينه سيت بلاس هاد البلاصه هنا سي كتستعمل في الجمع كيما كان اي سامبلوا دوفون ان نون بلوريال فواحد الاسم جمع كيكون جمع كتلاحظ فيه اس هذه كتعرف بانه جمع كتزيد كتستعمل هاد سي هؤلاء اكزامبل سي سانج سي فوتو انت ما كتلاحظ سانج راه مذكر ان سانج كنقولوا سي سانج فوتو مؤنث اون فوتو كنقولوا سي فوتو نفس الشيء ما بين الجمع المذكر والجمع المؤنث نفس الشيء واضح هنا نديروا واحد التطبيقات كتابين نشوفوا واش فهمنا الظرف ما فهمناش قالك جو كومبل جو مانيبول اي جي ريفليشي اتحكم وافكر نحاول نكملوا هذا المكان ديال هذه النقاط نكملوا به اسماء الاشاره باش نشوفوا واش فهمنا الظرف ولا ما فهمناش هنا في السؤال ا قالك جو كومبليت بار سو ou 7 نكمل بسو ولا 7 بطبيعه الحال سو كيتستعمل مذكر و 7 كتستعمل المؤنث يعني شنو غنستعملوا يعني لقيتيه مذكر ديال سو لقيتيه مؤنث ديال 7 بطبيعه الحال وبكل بساطه الصعيب شنو هو الصعيب هو ان تعرف هذاك الاسم واش مذكر ولا مؤنث تما فين عندك صعيب اما تستعمل هذه بين هذه المذكر وهذه للمؤنث اذا نوي كتجي قدامك نوي الليل كتقول واش مؤنث ولا مذكر كنقولوا انوي ولا انوي كنقولوا لو نوي ولا لا نوي طبيعة الحال لا نوي اذا راه مؤنث اذا شنو نستعمل نستعمل سيت نوي سيت نوي هذه اللي كتشوف فيها سيت نوي سانج كتبقى تفكر سانج هو سو ولا سيت اذا خصني نقلب واش كنقولوا ان سانج ولا ان سانج كنقولوا ان سانج اذا نستعملوا سو سانج واضح عندنا بلاج شنو كنقولوا لا بلاج ولا لو بلاج كنقولوا لا بلاج اذا نقولوا سيت بلاج دابا فهمت الطريقه راه صعيب هو انك تعرف واش مذكر ولا مؤنث اما باش دير سو ولا سيت راه واضحه سو المذكر سيت لي المؤنث اذا سيت بلاج هنا بيسين نقولوا سيت بيسين لا بيسين هنا لو ماغازان اذا سو ماغازان واضح هنا village un village le village كنقولوا سو فيلاج ثم عندنا طارت كنقولوا لا طارت اون طارت كنقولوا سيت طارت طورطه القريه هنا سو غاتو لو غاتو ان غاتو سو غاتو voilà ثم عندنا باتو لو باتو ان باتو نقولوا سو باتو واضح فهمت دابا الطريقه كيفاش كنخدموا سو باتو ثم عندنا اون ري اون رو لا رو نقولوا سيت رو
cette rue. ثم عندنا un boulevard, le boulevard, ce boulevard, هذا الشارع, un souk, le souk, ce souk, هذا السوق, ce souk. ثم عندنا un restaurant, le restaurant, ce restaurant. هنا une musique, la musique, cette musique. ثم عندنا une chambre, la chambre, cette chambre. هذه الغرفة, هذه الموسيقى, هذا المطعم, ce restaurant, هذا السوق. هنا عندنا repas, وجبة. Un repas, le repas, فرنسية, un repas, le repas, إذن ce repas. ما تديروش على الفرنسية, فهمت؟ هذا بقى وجبة, هي بعربية وجبة مؤنث, ولكن فرنسية un repas, مذكر, ce repas. هذا إذا ما تعتمدش على اللي مذكر في الفرنسية مش هو مذكر في العربية. هذا حنا كنت نسهله بالترجمة, ولكن ما تعتمدش عليها في تحديد المذكر والمؤنث. غارسون, ان غارسون, لو غارسون, نفس الشيء نكملوا. عندنا سو, عندنا سات, يعني فوكاش كنستعملوا سو, فوكاش كنستعملوا سات. سات يمكن تكون فويال ولا اش مي, يمكن تكون اون فويال ولا اش مي. مثلا هاد سات انا اوريك, كتكون اون فويال مثلا كتلاقى مع او, مع او, مع ا, مع اي, مع ناقصنا او. اش مي يمكن تكون هادي صافي, نتلاقى هاد السوعة تلاقى مع شي وحده من هادو, خصك دير سات. واضح؟ اذا هنا ما كاينش وحده من هادو, اذا نديرو سو بطبيعه الحال. سو كارسون, هنا سو بيزاج, هذا المنظر, هذا الطفل, هذا المنظر. هنا هات ها هي شتيها انيمال, اذا نديرو هاد ست انيمال. هات ام, ها هي, اذا نديرو هاد ست ام, هذا الحيوان, هذا الانسان. كوميرسون, اذا ما كاين حتى وحده من هادو, اذا نديرو سو كوميرسون. هذا التاجر, انفيرمي, يعني فيها اي, ها هي انفيرمي, اذا ندير ست انفيرمي. هذا الممرض, ميدسان, سو ميدسان. هادو كلهم مذكر, ها شنو قال لك, واش فيهم كاين عندي هاد ست ولا عندي هاد سو؟ وفوقاش كنديرو هاد ست, راه قلنا ما كيتلاقى مع الحروف, ما كيتلاقى مع اش مي. هنا سيت اوبيتال, ها هي الاش كاين هنا, اذا ندير سيت اوبيتال. ثم عندنا اجون, ها الا كاينه, اذا نقول سيت اجون دو بوليس, هذا المستشفى, هذا رجل شرطه. هنا سو بوليسي, شتي الفرق, هنا ما عندهاش, ما تلاقات حتى مع فويال ولا اش مي, هنا تلاقات مع أه. هنا سيت اوتيل, هاد الفندق, لان تلاقات مع اش مي, هنا تلاقات مع او, اذا نقول سيت اوندروا, هاد المكان. سو مارشون, هذا التاجر ولا هذا البائع. هنا سيت اوركستر, شتي او كاينه, اذا نقولوا سيت اوركستر, هذا اوركسترا من مجموعه موسيقيه. نمر الان السؤال الموال. هنا واش غنستعملوا هذه ولا هذه ولا هذه ولا هذه؟ حنا قلنا هذه في المذكر, هذه في المذكر ايضا, ولكن كتكون موراها فويال ولا اشبيه. هنا في المؤنث وهنا في الجمع, سواء كان مذكر او مؤنث. هنا سواغي جمع, اذا نديرو سي. هاد امسيات تياتر, نقول سو تياتر. هنا اكتر, فنان, سيت اكتر, ممثل. سبيكتاكل, هاد الفرجة, نقولو سو سبيكتاكل. هنا ار مذكر, ولكن كاينه ا, اذا نقولو سيت ار, يعني هاد المساحة. هاد هنا شونتور جمع, نقولو سي شونتور. هنا شونسون, سيت شونسون, هاد الأغنية. هنا شنو عندنا, مونيمون جمع, إذا نديرو سي بلا ما نفكر واش مذكر ولا مؤنث. إيه تلقاها جمع, حط لها السي بلا ما تفكر, كاع ما تخدمش كاع عقلك. هنا سينما, شنو تقول, سو سينما, هاد سينما. سو بولفار, هاد الشارع. هنا أ, شتي أ, ولكن هنا أصلا مؤنث. أون أفوني, نقولو سيت أفوني. هنا سي جيد, هاد هنا هاد الشارع. لي جيد هما دوك المرشدين السياحيين, إذا نقولو سي جيد. سو كافي مذكر, سيت بلاج, عندنا جمع, إذا نقولو سي بلاج, هي اللي كانت تعب وحدها, نقولو سيت
بلانج، ولكن من عند نجم عنده سيت بلانج صابل، هاد سو صابل، هاد الرملة سو صابل، انا صابل هنا بيسين سيت بيسين مسبح، هاو في المذكر في العربية راه مذكر مسبح، هذا مسبح، وفي الفرنسية مؤنث سيت بيسين. هنا بابوش هو هذيك البلغة اللي كيلبسوا النساء او الرجال، بلغة او شربين، اذا شنو هو، ولكن راه جمع، اذا نديرو سي بابوش. هنا سو ساك، هنا سيت اسباس، واخا مذكر كنقولو ان اسباس ولكن تلاقات مع او. هنا اون برومناد، اذا سيت برومناد، هذه النزهة ولا هذه المسارية. وهكا كملنا صفحة 192 الى اللقاء.